اهلا بحضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت. بيسعدني اكون مع حضراتكم انا ونيفين النهارده ومجموعه من الفقرات ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. مساء الخير يا نيفين. مساء الخير عليك يا هدى ومساء الخير على كل اعزائي المشاهدين في كل مكان. معانا النهارده مجموعه من الفقرات المتميزه من خلال فتره زينه بطعم البيوت، وزي ما احنا متعودين بنلتقي مع برنامج زينه وبعد كده برنامج طعم البيوت. واول لقاء عندك في زينه ايه يا هدى؟ هنتكلم عن موضوع يمكن طرحناه في كتير من الموضوعات من خلال سنوات عديده على مدى العصور بنتكلم فيه، ويا رب ان شاء الله يعني فعلا كلامنا يكون ليه تاثير ايجابي، وهي الاسره الصغيره تساوي حياه افضل. بقى لنا سنين وسنين بنتكلم على فعلا كل ما يكون عدد الاطفال اقل كل ما هنقدر ان احنا نربي احسن، كل ما تطلع الاسره فعلا فيها تربيه ايجابيه، فيها قدره على ان احنا نربيهم بشكل كويس. ومش بس كده، الموارد بتاعه الدوله مش هيتم التهامها بالشكل اللي ممكن يكون فيه اي زياده سكانيه. النهارده هنتكلم على التربية الإيجابية في أسرة صغيرة. ومن خلال طعم البيوت النهارده هيكون في بدايه فترتنا في طعم البيوت هيكون في حديث عن جناح المجلس القومي للمراه في معرض الكتاب اللي تم اقامه فيه ندوه هامه جدا عن كيفيه مواجهه الابتزاز الالكتروني للمراه او الفتاه. تفاصيل كتيره جدا وازاي الخطوات القانونيه اللي لازم نمشيها، ده هيكون موضوع الحديث في بدايه طعم البيوت. عندنا موضوع طبعا احنا بنحاول احنا نلبي كل الرغبات، موضوع خاص بجمال المراه وتحديدا البشره والجسم وازاي العنايه بيهم بطرق طبيعيه جدا من خلال مجموعه من الوصفات الطبيعيه هنتعرف عليها في تاني فقره. واستمرارا لتقديم الوعي للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها، اللقاء الثاني عندي النهاردة في طعم البيوت هنتكلم فيه عن القوانين اللي وضعتها الدولة اللي يعني نقول مواجهة العنف اللي بيقام ضد النساء أو الفتيات سواء إذا كان داخل الأسرة أو في أي يعني ظروف مجتمعية ممكن المرأة أو الفتاة تواجه فيها صورة من صور العنف. طبعا في قوانين بتدي للمرأة حقوقها، ده اللي هنتعرف عليه يمكن النهارده بشكل اكبر. عايزين كمان نوري السيدات والفتيات ازاي يقدروا ان هم يعرفوا هذه القوانين وياخدوا حقوقهم. تعالوا مع بعض بعد الفاصل نبتدي مع اول برنامج وزينه. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا وزينه بطعم البيوت، ونبداها بمجموعه من الاخبار. ولازلنا معكم نعيش فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب والذي يقام في ارض المعارض في التجمع الخامس في دورته ال 55. مجموعه من الفعاليات بتقام على هامش المهرجان، منها مجموعه من الندوات، والمجلس القومي للمراه بيناقش حمايه المراه من التهديد والابتزاز، وده عنوان الندوه حمايه المراه من التهديد والابتزاز الالكتروني، وذلك بمشاركة المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة. الخبر الثاني خبر من وزارة التعليم تكرم مجموعة من الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة لمحات من الهند لعام 2023-2024. أقيمت تحت رعاية دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع سفارة الهند مصر. انتهت اخبارنا مشاهدينا، وهنطلع مع حضراتكم لفاصل وبعدها هنلتقي مع اولى فقراتنا الحواريه وهنتكلم فيها عن مشكله الزياده السكانيه وقد ايه ليها تاثير سلبي سواء كان على الاسره الصغيره او على الدوله بشكل عام. على مر العصور المشكلة السكانية هي من الأزمات الكبيرة جدا اللي بتواجه أي دولة وبتلتهم كل الموارد. لما بنتكلم بقى على السكيل الصغير على الأسرة، تخيلوا لو احنا عملنا مقارنة ما بين أسرتين، أسرة فيها خمس أفراد أو أربع أفراد، الأم وأب وطفلين أو هنقول ثلاث أطفال، وأسرة تانية فيها ما لا يقل عن سبعة أو ثمانية، تخيلوا الحياة هتبقى شكلها إيه؟ هل دول هيعيشوا زي دول؟ هنعرف أكتر إزاي تكون التربية الإيجابية مع طفلين مع كتير ثلاث اطفال. هنشوف مع بعض مع حضراتكم لقائنا الاستاذه مريم زاهر استشاري العلاقات الاسريه والتربيه الخاصه. برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا. ومعانا لافي سبع، اسم جميل قوي. شكرا. طبعا عايزين نقول بس هي بنت استاذه مريم، وبرحب بيكم معانا اهلا وسهلا. هبدا معاكي الاول ونتكلم على المشكله السكانيه. بنتكلم عليها لو اتكلمنا على سكيل الدوله بشكل عام، هي فعلا فيها مشكله كبيره ان هي كل ما بيزيد عدد السكان كل ما بتقل استغلالنا الموارد اللي موجوده فيها. لكن لو اتكلمنا على مستوى الاسره الصغيره، تاثير ده على العلاقات ما بين الاسره وبعضها، تاثير السلبي والتاثير الايجابي.
هو أنا شايفة إن كل ما عدد الأسرة بيقل كل ما الوقت بيبقى متاح أكتر إن إحنا نقعد أكتر مع كل فرد على حدة، ندي وقتنا ليهم باستفاضة، نعرف نصرف عليهم أفضل، نعرف نوفر لهم خدمات أفضل، تعليم أفضل، نخرج أفضل، ناكل أفضل، كل حاجة بتبقى كل ما العدد بيقل كل ما بيكون عندي إتاحة أكتر اللي أنا أديهم بزيادة. لكن أنا لو عندي مثلا 3 4 5 بقسم المجهود على 5، فمبقاش برضو، ومع كبر السن بيبقى مجهودي مع طفل غير الثاني غير الثالث غير الخامس. فكل ما بيزيد العدد كل ما بتقل أنا مهاراتي معاهم، كل ما بيقل أنا مجهودي معاهم كأم. وكأب بيبقى مجهد لأنه طبعا هو متكفل، وبتضطر الأم كمان اللي هي تتكفل معاه بولادها، ف يبقى مجهودها اللي هي المفروض تديه الاثنين بتديه الخمسة وبتديه الشغل عشان تقدر توفر احتياجات اكتر. فالمنظومة كلها بيبقى فيها نوع من الاضطراب، يعني انا مش بعرف قوي اللي انا اوفر لهم كل حاجة على اكمل وجه. طيب خلينا نشوف بقى البنات الصغيرين رأيهم ايه. انت كنت تفضلي، انا عارفة ان انتوا اختين بس بنتين مظبوط، اختك اصغر ولا اكبر؟ اصغر مني. اصغر مني. كنت تفضلي يبقى عندك اخوات اكتر ولا تفضلي ان انتوا بس اثنين؟ هو انا كنت في الاول بفضل، بس يعني لما ماما فهمتني يعني ان لو كل ما العدد الاسرة بيبقى اكبر كل ما الحاجات بتقل اكتر. يعني مثلا هخرج مع اصحابي هنفكر بقى، هنفكر في المصاريف وهنفكر في اللي هيحصل، ولو تمارين يبقى ال مش هيكون يعني في ترفيه اكتر. مش هيبقى في ترفيه عشان بعدنا اكتر، والفلوس يعني تقل وكده. يعني الجيل ده جيل مادي. ايوه انا عايزه اقول لك كل ما بنتكلم مع حد في السن ده كلكم على فكره الاهتمامات الماديه عندهم بتبقى اكتر. ليه؟ عشان الظروف اللي احنا فيها بقى كل يعني كل حاجه ليها ثمن، فهم بالنسبه لهم لما بتيجي تقولي مثلا انا محتاجه حاجه، طب انا الميزانيه بتسمح ولا ما بتسمحش؟ احنا بنتناقش يعني، احنا مش بندي قرار ونسكت، لكن احنا بنقول لا احنا الشهر ده مثلا احنا عندنا مثلا امتحانات، عندنا دروس، عندنا مسافرين، عندنا واتيفر بقى احنا عندنا ايه. فده كله بيبقى ليه ميزانيه، فهم فاهمين كويس ان لازم عشان خاطر يبقى اعمل الحاجه دي يبقى ليها تكاليف، فطبعا هو مادي، جيل مادي. هي بقى النقطه دي اللي انا عايزه اناقش حضرتك فيها قبل ما نكمل فيما يتعلق بزياده السكانيه، ان هو جيل طلع مادي لان احنا بنشركه معانا. هل في مدرستين؟ في مدرسه بتقول لا انا ابعد ولادي تماما عن المشاكل الاقتصاديه اللي انا بعيشها علشان ما يحسوش بموضوع ان الاحتياج او ان لا الدنيا فيها ازمه او في جيل تاني او في مدرسه تانيه بتقول لا انا لازم اقول لهم احنا عندنا كذا كذا كذا، نقدر نعمل ده ما نقدرش نعمل ده، بس ده في النهايه بيحسسهم بان يعني شيء من العجز شويه، ان في حاجات من طلباتهم مش هتتحقق. ايه الافضل؟ الافضل نفسيا ليهم كولاد؟ وانا شايفه الافضل ان احنا نتناقش بس في سن معين. يعني ما ينفعش طفل بيبي مثلا يعني عنده سنتين ثلاثه واقف قدام مثلا سوبر ماركت واقول لا يعني مش هينفع عشان احنا ظروفنا كذا. لكن السن الكبير شويه بيستوعب عشان ما يحسش بالقهر، يعني ما يحسش ان انا حرماه. يعني في فرق بين الحرمان، ما يحسوش في الوقت ده ان هم برضو يعني ان القيمه الماديه حاجه كبيره حاجه مهمه. أكيد هيحسوا إن القيمة المادية مهمة، لأن إحنا في ظروف اقتصادية عالمية، إن الدنيا مش زي الأول، العائد ما بقاش بيكفي زي الفترة اللي فاتت، فهم لازم يكونوا مقدرين، لأنهم في وقت من الأوقات هيفتحوا بيوت وهيبقوا أمهات وأباء، فلازم يكونوا مقدرين الظروف اللي إحنا فيها عشان ما تبقاش الدنيا مفتوحة كمان. وممكن يكون الظروف سامحة، يعني ممكن أكون أنا ظروفي سامحة إن أنا أعمل النشاط ده معاهم، لكن هو مش مهم. فلازم يفهموا ان في حاجات اولويات وحاجات سنويه. الاولويات دي لازم نعملها زي الاكل والشرب يعني حاجات مهمه جدا، ما ينفعش احنا نقول لا ظروفنا كذا، لكن في حاجات بقى من الزياده بنعملها او من نوع من الترفيه بنعمل. لكن ده ملوش تاثير على نفسيتهم لا، طول ولا على مبادئهم وقيمهم. طول ما في مناقشه هم بالعكس هم افقهم بيوسع، ان انا لازم يكون ليا ميزانيه، لازم يكون ليا اولويات، لازم يكون ليا خطه اعملها. يعني هو انا لما بتعلم ليه؟ بتعلم عشان اشتغل. بشتغل عشان يبقى ليا قيمه في المجتمع، وعشان اقدر ان انا اصرف على نفسي. فكله يعني كله رجع للأبل. مترتب على بعض. طب لافي انت بالنسبه لك انت في سن
منك، هل تفضلي ان انت تعيشي المشكلات الماديه ممكن كنت بتعيشوها في الاسره، ولا افضل ان هم يحجبوها عنك؟ طبعا المفروض افضل ان انا اعيش معاهم الحاجات دي عشان لما اكبر برضو لو حصل نفس الازمه دي يبقى ليا اكسبيرينس يعني في الحوار ده، واعرف اتفاهم مع يعني مع الاصغر مني. فهم يعني بالنسبه لي حاجه كويسه، يعني ما يضايقكيش ان انت تعرفي ايه يعني، او ان في حاجات معينه اولويات هنعمل ده دلوقتي لا مش هنعمله، ده ما ياثرش عليكي نفسيا في حاجه؟ لا ما ياثرش، العكس ده هيفيدني، هيفيدك اكتر. طيب هرجع بقى لما يتعلق بالزياده، يعني في بعض الاسر لسه لغايه دلوقتي عندهم الفكر الذكوري، يعني انا هفضل اخلف لغايه لما اجيب الولد، ومش بس بتكلم على المجتمعات القبليه او في الصعيد او في بحيره او لا، انا بتكلم حتى في المدن، في ناس بتفكر بالفكر ده، ازاي نقدر ان احنا نقلل من الفكر ده؟ هو الاعتقاد لازال لحد دلوقتي يعني في اذهان الناس ان انا الولد هو اللي يعني هيرث بعدي، هو اللي هيمدي اسمي، هو اللي هيبقى يحافظ على اخواته البنات. لكن انا شايفه برضو ان المراه والبنت بقوا بيعملوا كل حاجه، بقوا بيشتغلوا، بقوا بيودوا تمارين، بقوا بيودوا دروس، بقوا يعني هم تقريبا بيشيلوا اسره بحالها. يعني انا اعرف هي اللي شايله كل حاجه، انا اعرف بنات مش متزوجات كمان شايلين اسرهم، يعني بابا وماما صحتهم مش قوية فهم بيشيلوا أسرهم. فما بقاش قوي الاعتقاد ده ان الولد هو الاساس. اغير المفهوم ده ازاي بقى عند الناس لازم اللي لسه عندها اعتقاد؟ يعني لازم يكون في نوع من التوعية، يعني لازم اكون اوعي المجتمع عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق الندوات، ان البنت ليها قيمة في المجتمع. يعني الست وصلت وزيره وقاضيه، ما بقتش زي زمان بنستخبى حتى يعني حتى في المجتمعات برضو الريفيه بقى البنت برضو ليها قيمه وبتنزل وبتعمل وبتساعد على حسب بقى المفهوم، يعني ممكن تساعد باباها، تساعد مامتها في حاجه، بس بتنتج. يعني المراه ما بقتش قاعده وخلاص. أيوة. وحتى لو مش بتشتغل هي بتنتج اسره، يعني بتنتج جيل. أيوة. لان لو الام زي ما بنقول الام مدرسه، يعني لو الام ثقافتها ان البنت بنت والولد ليه قيمه غيرها فهي مش هتعرف تربي اسره. صح، لا دي حقيقه. انا عارف ان حضرتك من الصعيد مش كده؟ من سوهاج، احسن ناس، اجدع ناس. عندك بنتين، ما فكرتيش بالفكر او حتى يعني اسرتك او الزوج او الاب او ما فكروش بفكره ان لا احنا عايزين ولد؟ هو ممكن تكون ماما يعني اشارت عليها بالفكره لانها عايزه يبقى في عدد، والفكر القديم شويه. وهم جم على فكره وانا صغيره، يعني ورا بعض صغيرين. انا لسه بقول لك انتوا اخوات ولا انتوا ايه؟ لا هم فرق سنتين ما بينهم الا كمان. فكان عندي اتاحه ان انا اجيب، لكن انا شايفه لا الحمد لله هو اقدر اربي يعني جيل مختلف. ما عنديش طاقه ان انا طبعا احنا بنشتغل دلوقتي، يعني اغلبيه الستات بتشتغل، فحضرتك هتدي وقت منين لثلاثه واربعه اللي انت تقعدي مع كل حد فيهم شويه تنصحي وترشدي وتديهم وقتك؟ هتعرفي ازاي تلميهم وتتكلمي معاهم على حده كل واحد؟ ما هو برضو احنا في كل مره بنقول ان الوقت الثمين لكل طفل ولكل ابن وبنت حتى في سن المراهقه مهم جدا. فلو انا عندي اربعه هديهم ازاي وقتي؟ صح. انا نفسي هاجهد. سيبك بقى من الماديات كمان يعني سيبك من الماديات والفلوس والكلام ده، خليها على جنب. احنا بنتكلم دلوقتي في اللي انت محتاجه تشبعيهم عاطفيا ونفسيا وفكريا. هتعملي ده كله منين؟ هتبتدي تديهم بيئه تعليميه ازاي؟ تتابعيهم ازاي؟ ما هو انا لو تابعت اثنين مش عارفه اتابع اربعه، مش عارفه اتابع ثلاثه. بس فانا لا، انا كان فكري مع زوجي من الاول ان لا هم اثنين كفايه، بنتين، ولدين، يعني ايا كان هم ايه الحمد لله. الحمد لله. لبي لو يعني عندك اصحاب عندهم اكتر من اخت او اخ؟ عدد يعني في البيت اكبر؟ يعني اربعه ثلاثه. بيبقى يعني ممكن يتكلموا معاكي في مشاكلهم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ليه ناس ممكن يتكلموا معايا وناس ايه بقى الحاجه اللي كانت يعني لو حد عنده عدد كبير من الاخوات في البيت المشكلات اللي بتواجههم ايه؟ مثلا لو حصل ظروف في البيت، حد يعني بعد الشر حصل له حاجه وراح المستشفى، ففي تكاليف اتدفعت في المستشفى، فحصل ازمه في البيت فالمصاريف قلت، فبيمنعهم عليهم حاجات وبيقللوا حاجات. فيعني ده كان سبب ان هم كانوا اكتر من اربعه، كانوا خمسه على ما اعتقد.
يعني برضو بصي في النهاية يعني مشاكل مادية فعلا ليها تأثير كبير جدا. يعني شايفها الجيل متأثر جدا جدا بموضوع المشاكل المادية اللي بتحصل. طب احنا عايزين برضو نخرج الجيل ده من بوتقة ان الماديات هي مفيش شك ان الماديات حاجة مهمة، بس لازم جنبيها معنويات، لازم جنبيها حاجات تانية. ازاي اخرج بقى الجيل اللي للأسف الشديد اتربى في ظروف اقتصادية ممكن تكون فيها مشكلات فوصلتهم للكلام ده؟ هو احنا دايما بنقول اللي انا معايا فلوس كتير معايا فلوس قليل انا كويسه. يعني مش هي الفلوس هي اللي هتخليني انا، يعني انا ممكن في شهر يكون معانا مبلغ في البيت وفي شهر تاني مفيش. صح. هل ده هياثر على نفسيتي ونفسيه الولاد؟ يعني لا، المفروض اللي احنا بنقوله ممكن بيأثرش على نفسيتك لكن على الولاد بيأثر. لا، ما احنا بنشرح بقى زي ما في يوم حلو الحياه متغيره. أيوة. يعني ممكن فجاه بيحصل زي ما حصل عند صحابها ظروف، فممكن الظروف دي تاثر علينا في البيت وتقلل المستوى. احنا عايشين، احنا كويسين، احنا مبسوطين، في قيم تانية غير الفلوس، في صحة وفي رضا وفي حتة الرضا بقى. ازاي نوصل الجيل ده انه يوصل لحالة الرضا؟ ما هو ده مش الجيل بس، وبعض الامهات اللي ممكن تكون يعني في بعض الستات فعلا بتثقل على ازواجهم لو الدنيا قفلت شوية او، فازاي نوصلهم لحالة الرضا دي؟ هو ده راجع برضو الاساس البيت. راجع للتربية الاولى، البيت الاول. اللي انا في البيت كنت بتعامل ازاي؟ هل كنت بتعامل على طول فلوس فلوس فلوس، ولا انا قيمتي في عملي، قيمتي في دراستي، قيمتي في بيتي، في اهلي، في وضعي في البيت ايه؟ لازم انا اغرس عندهم القيم دي، ان انت ممكن تكوني بتشتغلي في مجال انت بتنتجي فيه، ممكن يكون مبلغه مش كبير بس انت حاسه ان انت بتعملي حاجه قيمه، فدي قيمتك في عملك، انت قيمتك في تربيه ولادك، قيمتك في أدبك وأخلاقك وسلوكياتك. القيم، الفلوس مهمة لكن مش هي الأساس. يعني مش هي اللي هتخلينا يعني ممكن يكون حد معاه فلوس كتيرة جدا لكن حضرتك تقعدي معاه تحس له هو فارغ، يعني ما عندوش محتوى. صح. وبالعكس ممكن يكون حد متوسط الدخل أو متواضع، تقعدي معاه تحس له هو مثقف وعنده مبادئ وعنده قيم مش موجودة عند حد تاني. هي فكرة مبدأ الغني من استغنى، محتاجين ان احنا نرسخها في الوقت ده. يعني ممكن لما حضرتك تستغني عن بعض الحاجات تحسي ان انت من اغنى الناس، بس عشان توصلي ده للشباب في سن المراهقه في سن الابي مثلا، ده يعني بيقولك ياه انتوا قدام قوي، ايه الكلام تتكلموا فيه ده؟ ازاي بقى تغيريه؟ ازاي تغيري مفاهيم دي؟ ممكن نكون مثلا احنا مثلا يعني عندنا عربيه، ممكن مره نركب مترو، نركب مواصلات، لازم يعني مش نعيش الحياه لكن لازم نعرف ان احنا ممكن في وقت مش راكبين عربيه، مش طول الوقت بنركب عربيات، يعني تحطيهم في وضع ممكن وضع وده بيحصل فعلا. طب المؤثرات الخارجيه اللي ممكن تكون بتاثر على الولاد او على البيت بشكل عام، زي الدراما، زي السوشيال ميديا، زي احنا بنشوف حاجات ممكن تكون مش حقيقيه، عالم وهمي، والولاد لما بيشوفوه بينبهروا، ايه بصوا دول بيلبسوا ايه وبيعملوا ايه بيسافروا فين و و. ازاي بقى الحاجات المؤثرات دي نحاول ان احنا نقلل تاثيرها على ولادنا وعلينا احنا كمان؟ هو انا شايفه ان البيت فلتر، يعني كل اللي بيدخل من بره احنا بنيجي ننقيه بقى في البيت. يعني انا شفت يا مامي النهارده كذا وكذا وكذا، لا ده صح، لا ده مش صح، وهو ده اللي احنا بنعمله. ان يعني مثلا لوفي واختها ساعات بيجوا يحكوا لي حاجات يعني غريبه بيشوفوها مع صحابهم وفي المدرسه، فباجي اقول لهم كل بيت عنده خطوط حمراء، كل بيت اللي بيسمح بحاجه وبيت تاني ما بيسمحش بالحاجه التانيه. فانا ما ينفعش العالم عندي يبقى مفتوح. يعني ما ينفعش كل حاجه تدخل هي مش حاجه مفتوحه بالنسبه لي، ولادي مش مشاع، لكن ولادي دول حاجه قيمة لازم أنقي ونظف الحاجات اللي داخله لهم. تمام. فده برضو قايم على البيت، قايم على الأم. وهنرجع نقول لو البيت عدده كبير الأم مش هتقدر تقوم بالمهمة دي. صح. هنضطر بقى نسمع من بره ونلجأ لبره نحكي لصحابنا، فصحابنا مش ذو خبرة، ممكن صحابنا يقولوا لنا حاجات مش صح. صح، حاجات بناء على خبراتهم ما شافوها غلط. فزي ما قلنا كل مترتب على بعضه. صح، دي حقيقة. لو العدد زي ما حضرتك بتقولي مش يعني ماديا ومعنويا وصحيا للأم إن هي تقدر تتحمل، هي عليها وقت الصحة حتى يعني مش هتتحمل كل المجهود ده كله. وإحنا نشدنا كتير قوي يعني بحملات وبتحديد النسل وبتوعية كتير يعني. طب ليه لغاية دلوقتي برغم كل المحاولات دي؟ يعني من أيام زمان، أيام حتى كانت بتعمل إعلانات حسنين ومحمدين، طبعا أنتم أيوة ما توعوش عليهم، ده دلوقتي ممكن نقول لكم مثلا رامي وتامر وكده، ما ينفعش حسنين ومحمدين معاهم. كل الحملات اللي
عملت دي، وفي دراما اتكلمت كتير قوي عن الزياده السكانيه وقد ايه تاثيرها، كل ده ليه تاثيره لسه ما جابش النتيجه الفعاله المرجوه منها؟ عشان احنا عندنا معتقدات قديمه مترسخه، وكل حد بيطلع من بيت بيرسخ القيم دي للي بعده. فانت بتنشدي جيل قبله جيل قبله جيل، فلازم يكون في تحديث بقى، لازم يكون في ابديت للاجيال. فانا مثلا تيتا غير ماما غير انا غير لافي. لافي بتهيألي ده انت واحد بس. ان شاء الله لما ربنا كده يكرم باذن الله تخلصي مدرستك وجامعتك وتتجوزي، بتفكري ممكن تكون في احلامك تجيبي اطفال قد ايه؟ اثنين. مين خير من ولا اكتر ولا اقل؟ فعلا دي حقيقه. وليه طب الفكر ده جالك ليه؟ عشان مثلا لو واحد مش عارف يتعامل مع نفسه، مش حدش هيكون معاه، مثلا هو مش موجوده هو هيتعامل ازاي؟ في حد جنبه بيساعده يعني. يعني ان هم اتنين عشان يبقوا برضه يساندوا بعض، مش واحد بس، لان في بعض البنات فعلا تقول لا كفايه واحد، لا هم يبقوا اتنين عشان يبقوا صحاب، يبقى مع يعني انت حاسه بكده مع اختك مش كده ان انتوا. أيوه. لكن الوحده بتخلي الطفل اناني شويه بتخلي اناني وحاسس ان كل حاجه بتاعته هو بس يعني. بشوف كتير يعني امهات لما تنجب واحد بس تقول لهم مش هجيب لكم تاني عشان تبقى كل حاجه بتاعتكم انتوا. فده برده بترسخه الام اللي هو دي حاجتي انا، دي بتاعتي انا. ما عندناش مبدا المشاركه قوي يعني. ايوه. بس وبعدين انا شايفه اتنين يعني دي حاجه لطيفه. يبقوا صحاب، يبقوا يعني يخرجوا مع بعض، يتكلموا مع بعض. بتبقى الطف يعني. طيب انتوا كجيل يعني، احنا كجيل بتوعنا احنا كنا زي ما قلت لك كان في حاجه كده اعلان اسمه حزنين ومحمدين، وكان في اعلانات كثيره جدا عن تحديد الناس. انتوا كجيل ايه اللي ممكن يجذبكم عشان تفكروا فعلا ان ما يبقاش في عدد كبير في الاسره؟ لا مش فاهمه السؤال قوي. هقول لك يعني بس انت بتحبي تتفرجي على التيك توك مثلا، تتفرجي على تشوفي الانستجرام وتشوفي الناس يعني ده الطريق بتاعكم انتوا كجيل. ايه الاعلان اللي يجذبك ان انت تقولي تقتني لو انت بنت ومقبله على الزواج وجوزك مثلا عايز يخلف كتير، ايه الحاجه اللي تجذبك تخليكي تقولي لا انا هاتنين بس مش هقدر؟ غير كلام ماما وبابا والكلام ده، ايه في الاعلانات، ايه في الدراما، ايه في الافلام، في المسلسلات؟ في مثلا يعني مسلسلات او افلام بتجيب عدد اسره بيكون كبير قوي، وفي نفس الوقت الحياه مش بتكون كويسه يعني. في ازمات في العيله، في خناقات كتير، في توتر، ده مش عارف يشتغل ايه ومش عارف يجيب فلوس عشان يعرف يكفي في ولاده. وفي برضه مسلسلات مصريه بتورينا بتبين الكلام ده مظبوط. دي حقيقه، بتبين ان هم قاعدين في بيت صغير ومش عارفين يجيبوا فلوس تجيب اكل حتى يتعشوا او يفطروا. طب انت الحاجات دي ممكن تستهويكي في كجيل؟ انتوا كجيل تحبوا النوعيات دي؟ لان في من بنات اللي قابلتهم يقولوا لا احنا ما بنتفرجش على الحاجات دي، اتفرج على حاجات اجنبيه، اتفرج على حاجات اكشن، اتفرج على افلام رعب، حاجات انا غالبا بتفرج برضه الحاجات دي، بس في نفس الوقت بحب اتفرج على المسلسلات الاجتماعيه، الحاجات الاجتماعيه تقدر ان هي فعلا توجهك شويه. ايوه دي حقيقه، بتفيدني كمان. ده معنى كده بنتابع يعني، احنا دايما بيبقى لينا كده لقاء في الاكل يعني بالليل، بنتابع دايما مسلسل ونتناقش فيه ونتكلم ده جميل، ده حلو جدا. معنى كده ان الدراما ليها تاثير كبير طبعا. طب ايه اللي محتاجاه الفتره اللي جايه؟ لو احنا اتكلمنا في مشكله الزياده السكانيه، ازاي يعني ايه اللي محتاجينه دراميا علشان نقدر يبقى يكون فيها تاثير؟ ان تاثيرها اقوى من الكلام، من مجرد ان احنا حتى نعمل زي ما لافي بتقول كده. في مسلسلات بتتكلم بتناقش الاعداد الكبيره بتبقى عامله ازاي والاعداد الصغيره. فلازم نوعي بقى بالطريقه دي. زي ما عملنا مسلسل قريب عن كان اسمه تقريبا حاله خاصه. عن الطفل التوحدي. وعينا الناس وكل الناس كانت مدركه ومركزه يعني ايه، وده طفل يعني ممكن يكبر ويتجوز ويثمر يعني. فاحنا برضو بنفس الطريقه ممكن ننتج عمل فني كويس يعني وعي الناس. طب بما انك ذكرتي الحاله دي، في بعض الاسر لما بتجي لهم حاله طفل عنده مشكله سواء كان توحد او اي مشكله تانية، ممكن يفكر بطريقتين، يا طريقه ان هو ما يخلفش تاني، بيخاف ان هو يحصل حاجه زي يعني حاله زي دي تاني، او طريقه تانية لا هفضل اخلف علشان خاطر ما يبقاش عندي يعني طفل عنده مشكله والباقي لا. مش بتكلم في فكره التوحد بس، اي مشكله ممكن تكون عند طفل. حضرتك يعني كاخصائيه نفسيه ممكن تنصحيهم بايه؟
هو احنا فعلا بيجي لنا حالات كده كتير وبتبقى الام عندها صدمه نفسيه فبتبقى شايفه ان لا انا مش هعرف اعمل كده تاني يعني انجب تاني لان انا عندي خبره مش كويسه. فهي بمجرد ما بتروح لمختص فاهم وواعي وبيبتدي في التاهيل احنا بنشجعها اللي هي تنجب طفل تاني عشان تحس ببريق امل يعني لانهم بيبقوا محبطين شويه. بس فبمجرد ما الطفل تاني مهاراته بتعلى وبتشوف بقى فيه الامل بتبتدي يعني تقبل على الخطوه الثانيه. ولكن تعرف ان الطفل ده في حياتها ده نور ربنا بعته لها حاجه كبيره. لا مختلفين مميزين بالظبط يعني. كده بشكر حضرتك جدا نورتينا ميرسي اي لاف يو وان شاء الله نقابلك بقى معاكي طفلين بس قدام شويه. شكرا ليكم وشكرا لوجودكم معانا. هنطلع لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم وزينب بتعمل بيوت.